اسباب الاستقاله. علاش؟ على خاطر لطفي سليمي وقت اللي مشى للمستقبل جابس كنت نعرف الظروف الكل نتاع مستقبل جابس. اهم حاجه بالنسبه لي انه ندير على المستوى الرياضي نجم نعمل حاجه ولا لا، هذاك كان اهم تحدي بالنسبه لي. في ساعه عرفت اني نجم نعمل حاجه، فما امكانيه انه الفريق يخرج من الوضع اللي هو فيه رياضيا. اش معناتها؟ معناتها انك من الانديه الكبيره ومن الفرق اللي عندها امكانيات ان تكون احسن من 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 مستقبل جابس البشريه والماديه ولا والظروف نتاعها على مستوى الاعداد في اللحظه هذه في الموسم هذا، وهذا مهم برشا. لانك تعمل نقطه مع تنتصر على النجم المتلوي مهم برشا، مهم برشا، وكان هذا هو المطلوب. انك تحاول تعمل مباراه محترمه في الدربي، تحاول تعمل نقطه ان امكن الانتصار، تعرف الدربي عنده ظروف خاصه نتاعو، وتحاول ان المباراه على ارضك تاخذ اكثر عدد ممكن من النقاط تنتصر فيها. اذا كان تلعب مع منافس مباشر نتاعك، الملعب التونسي ماهوش منافس مباشر نتاعنا في اللحظه اللي لعبنا فيها الملعب التونسي. علاش؟ لان الملعب التونسي انتصر على النادي الافريقي 4 أهداف، الملعب التونسي متعادل مع الترجي التونسي وفي المرتبه الرابعه. يعني في اللحظه اللي لعبنا فيها احنا الملعب التونسي هو كان احسن منا، يعني منتصرين على الملعب التونسي متقدمين في النتيجه. الموسم الفارط اللي مستقبل جابس، نرجع حكايه الموسم الفارط، المستقبل جابس كان اقوى من الموسم هذا على المستوى البشري، على المستوى الاستقرار تقريبا، على مستوى الاعداد نتاعو متعادل مع الملعب التونسي. كلمت رئيس النادي وقلت له سي غسان شوف يلزم تخرج الان بعد مباراه الملعب التونسي وتفهم اللي راهو الاهداف نتاعنا واضحه، اللي احنا كفريق كمستقبل جابس الهدف نتاعنا شو؟ المانتيان. ما هو المانتيان، المانتيان هو المرتبه 11. المرتبه 11 احنا بعيد عليها نقطه. المرتبه 11 عندنا 4 نقاط، المرتبه 11 اظن فيها نجم المتلاوي عنده 5 نقاط، يعني في الاخير قراب للمرتبه المهمه اللي هي نلعب عليها من اجل تفادي النزول. لان المستقبل جابس موسم ما نجمش يعمل يمشي اكثر من المراتب هذوما، نجمش يعني تعمل اكسبلوا كبير. وهذا هو اللي كان قلقني شويه. اش معناتها قلقني؟ لانه كنت نستنى باش رئيس مستقبل جابس يخرج ويعمل كومينيكي باش يحمل الملاعبيه نتاعو، يحمل الاطار الفني، يوضح الرؤيه للجمهور نتاعو. هو كان عنده مشاكل اخرى، هنا نعذره، كان عنده مشاكل اخرى وعمل الاستقاله نتاعو. فهمت؟ بعد نهارين انا كلمني وقال لي لا نجم نواصل مع بعضنا، وانا وقت خذيت القرار نتاعي وخممت في القرار نتاعي وعرفت اللي ما يلزمش لطفي سليمي يكون مشكل، بالعكس لازم يكون حل، والحل انه كان اني نمشي. شوف احسن طريقه انك مش تنجح ان تكون صريح. بالطبع مرات تقول كلام ينجم يقلق بعض الناس، في قليله راه يقلقها، لكن الماس الكبيره الناس اللي يفيدهم الحل يعرفوا الكلام هذا. لما تقول انت مثلا ما عندناش الامكانيات اليوم باش نربحوا، باش كنا نجم نربحوا المباراه نتاعنا، يعرفوا الناس. لكن انك باش تقول لا راهو الحكم هو اللي ظلمنا، هو واحد تولي لغه اخرى وتلوج في اعذار اخرى. وانا شخصيا واخلاقيات المهنه تربيتي ما تسمحليش اني باش نقول راهو من الحكم ولا من الملعب ولا من الاجواء كانت ممطره ولا فما احنا عملنا فتره تعداد ما كانش ممتازه. الفريق قبلته انا يولي انا متحمل مسؤوليتي مع اللي خدموا قبلي، لاني قبلت الوضع كما هو. مع مرور الوقت عندنا اصابات تحصل لما تعمل بريباراسيون خايبه وناقصه في الاخر. بكل كنت نجم نربح كل مره، باش نرجع للسؤال نتاعك، يعني بالطبيعه كنت نجم كل مره نجي ونقول بزيد اسبوع، بزيد ظهور اعلاني، بزيد كل اسمي يحكي عليه المعلق والمقدم والمحلل، بالطبيعه مهم برشا في الكوره. لكن انا ما حبيتش، مش حكيت نخرج بوتي بعد ما مباراه الملعب الجابسي الدربي. لو كان ربحتها كنت مش نخرج انا هكا لك. علاش؟ لانه حصل تجاوزات بالنسبه لي انا الراء اللي مهنه المدرب ما عادش انا كلطفي سليم ما عادش نجم نزيدها. تجاوزات ما معناه، ما فما حاجات في اعداد المباراه قلقني برشا. فما اشياء بالطبيعه هذه تسمى الكوزين انترن، ما فما حاجات خاصه بيني وبين النادي وبيني وبين الملاعبيه وبيني وبين رئيس النادي المستحيل باش نحكي عليها، ومستحيل احتراما في مستقبل جابس، احتراما في اداره النادي واحتراما في كل الناس. لكن هذه خاصه بخدمتي، برؤيتي انا لمهنه المدرب اللي ما فما حصلت بعض الاشياء اللي ما عادش من احسن اني نمشي. صحيح شوف لو خيان العالمين راهو معناتها رغم اللي النقص، لكن النقص هذا ممكن 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 انا متحمل مسؤوليته معناتها، ما لانه مهما كان الاعلامي الاول في المعلومه بالطبيعه،
لكن في بعض الاحيان لازم انا باش نوصل هذا شويه المعلومه ولا باش نحكي نقرب المعلومه للاعلاني. ما حصلش لاني كنت ديما برا من تونس وفما تسلسل في تجاربي خارج تونس. التسلسل في تجاربي خارج تونس خلى اللي ما فماش كونتاكت بيني وبين الساحه الاعلاميه تنجم تقول انت. لكن حصلت طاقتي نوعا ما في ظروف، لكن ما كانتش كما يلزم، ممكن ما كانش كما يلزم باش تعرف اكثر بلطفي سليمي ولا باش تعرف اكثر بالتجارب نتاعي. عندي 11 سنه ولا 10 سنين ندرب في فريق اول، معناتها في كيب سينيور، فهمت؟ صحيح بالنسبه لبرشا ناس يقول لك وين وكيفاش، لكن اي في الدوري الليبي في 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 تونس قبل الثوره، في الدوري السوداني لعبت كاس افريقيا مع الخرطوم الوطني مع اهلي شندي، لعبت في السعوديه في البحرين، وهذوما هما تجارب اثرت، معناتها كانت اثرتني انا كتجارب على المستوى الانساني وعلى المستوى كمدرب، لكن بالحق اعلاميا ما لقاتش الحظ نتاعها كما يلزم. هنا حبيت نخدم في تونس، وكانت الفكره نتاعي باش نخدم في تونس لاسباب عائليه معناتها بحته، فهمت؟ 10 سنين تقريبا ولا اكثر من خارج تونس، حبيت نقعد في تونس ونخدم في تونس. وهذا ايش صار؟ عشت تجربة من مستقبل جابس أثناء، ما دامتش فترة طويلة برشا، كانت تجربة ممتازة، تعرفت على أشياء كبيرة برشا وما تفاجأتش الحق، خاطر اللي شفته كل شيء نعرفها معناتها، بحكم كل ما نجي لتونس ياما تلقاني في المنطقة قريب للمدربين، قريب للمسؤولين، قريب للإعلاميين، عندي فكرة على الكرة في تونس وعلى الكواليس الكرة في تونس، دونك ما كنتش متفاجئ باللي شفته، بالعكس ما شفتش حاجة غريبة. هو ما نجمش نقول ضحيه، معناتها خاطر كلمه ضحيه كلمه ما عندها الوقع السلبي نتاعها، مش ضحيه خاطر هما مش هما السبب اللي انا ما مش لاقي حظي اعلاميا مثلا، لكن هما ما تعادل ولا سمير، فما صار تسلسل في الكاريير نتاعهم، معناتها صار تسلسل لانه وقت اللي لعبوا كوره وخرجوا من الكوره كملوا بالحضور في تونس على المستوى الاعلامي، ويكملوا على المستوى يا اما تدريب يا اما تعليق تحليل فني، ولا كملوا مباشره. انا وقت كملت كوره صارت كسور، ما توقف غبت من تونس بصفه كبيره، وقت مشيت مثلا ليبيا غبت اعلاميا 4 أو 5 سنين، غبت نهائيا معناتها على المستوى الاعلامي، اخباري ما توصلش لتونس، هذاك اللي خلى حصل شق صغير. لكن انه نكون خو لزوز ملعبيه وزوز اسماء كبيره في المستوى الرياضي في تونس ونبش ننجم نبني اسم معاهم في الوسط، صحيح كانت صعيبه. علاش؟ خاطر الاسم كان موجود وانا جيت من بعد، جيت باش نحاول نبني اسم في تونس كلاعب ولا كمدرب، وهوني كانت صعيبه برشا. علاش صعيبه؟ خاطر كان اسم انجازات عادل ولا انجازات سمير السليمي كانت بالضخامه ولا بالاهميه اللي اي انجاز مهما كانت قيمته ولا اي حاجه صغيره تتعمل ما تظهرش بالسهوله دي. كمان هو شوف، هو في الدار ما نحكيوش كره، قليل برشا، مرات يتجبد موضوع نحكيو فيه، لكن بصفة سطحية قليل ونتعمقوا في الأشياء بصفة كبيرة برشا، فهمت؟ كي لعبنا مع بعضنا أنا بالنسبة لي كانت باهية، معناتها كانت تجربة عائلية، كنا نلعبوا مع بعضنا، لكن كانت صعيبة راه. كانت صعيبة برشا علاش؟ لأنه نتذكر وقت اللي كلاعب مهما تعمل ديما تتقارن بالمردود نتاعها، معناتها هما عاملين وقت الفترة هذيك عاملين معناتها بيرفورمانس كبيرة برشا، معناتها شكون باش ينجم وقتها باش ينسي ولا باش يعمل أحسن من اللي عمله عادل السليمي كي مركز في الدقيقة 91 بونت نتاع بطولة، ولا سمير السليمي وقت مهما عملت. كنت أنا لاعب منضبط مجتهد تكتيكيا، كنت نحاول نكون منضبط بقدر الإمكان، نخدم برشا، ما كانتش عندي الإمكانيات الفنية معناتها الحاسة نتاع التهديف تعادل ولا والاهميه نتاع سمير سليمي في وسط الميدان كان انفلون في اللعب نتاعو، ياثر معناتها كان يحب يطلع الريتم اللي هبطوا يحكم فيه هو في التراره وتبدل كل شيء. معناتها سمير ياخذ الدور نتاعو ككابيتان، وعادل يبدا الاعصاب خاطر يحب الكره توصل له نظيفه باش ينجم يمشي لقدام كما يحب هو. كانت في التراره ما عادش فما راهو اخوات، ونأكد لك احنا ولا حتى ولاد لطفي ورويسي ولا خالد التويتي ولا ما كانتش فما بالكل، معناتها اللي فات في التراف فما خو ولا خو، خاطر العلاقه بين الملاعبيه الكل كانت قويه. النادي الافريقي بالنسبه لي شخصيا معناتها ضحيه نتاع نوع من الفوضى ونوع من يعني كيك الاجواء اللي ما كانتش صافيه اداريا فتره قديمه. ايش معناتها؟
معناتها النادي الافريقي قاعد اليوم جايب كركر وراه مشاكل قديمه ديما باش تقعد تخرج مفاجات على المستوى الاداري وعلى المستوى القانوني وعلى باش تقعد ديما تخرج. هون يلزم فصل بين حاجتين، علاش قبيله كي تحكي على مستقبل جابس وحكيت لك نفس الشيء وقلت لك لازم نفصل، فما الامور الاداريه والمشاكل الاداريه والمشاكل ذيك مهمه واحد وعندها واحد ما يلزمش تاثر على الملعب. رئيس النادي سناء مش غلط راهو كي جا فصل عطاه مسؤوليه الفنيه للناس وقعد هو البرة لاهي بامور اخرى، ما عنده الحق مش غلط معناتها. لكن وقت المشكل وين؟ المشكل وقت الملعب ما ينجحش ترى النتائج ما تكونش تتبع راهي بتاثر لك على كل شيء الباقي. الناس ما عادش تصبر، الناس تولي خايفه على الفريق، لا بروف شفت توا النادي الافريقي وضعيته كيفاش. الامور الاداريه تاثر على النتائج، والامور والنتائج تاثر على الوضع العام، هو فصلنا بينهم الزوز، مشى حب يتلهى بالمشاكل الماديه تاع الكلوب الامريكان خاطر هو كي ترشح وعد باش يحل المشاكل الماديه الكل، دونك قعد الهاجس نتاعو الكبير هنا وخلى الامور الفنيه الناس يراهم هم الفنيين ما تلومش عليه هنا، نجحوا ما نجحوش هذيك قصه اخرى. ممكن ما حطش عليهم المراقبه، ممكن ما عملش ما حطش بحذاه مستشار ولا انسان ينجم يقعد شاد البوصله باش ينجم يتبع، خاطر ما تنجمش انت هنا تدخل نادي افريقي فريق كبير وفريق كبير برشا نادي افريقي بتاريخه، كي يبدا الامور مش ماشيه على المستوى الرياضي مهما كانت الامور الماديه تولي ثانويه وقتها، يلزم الامور الرياضيه تمشي. بطبيعه اللخبطه هذيك هي اللي خلت الوضعيه تاع النادي الافريقي تو هنا، المشاكل كلها راهي يعرفوها من قبل، راهو الامور اللي باش تخرج والعقوبات اللي عشان الافريقي معروفه راهي باش تخرج وما زالت باش تخرج لقدام، لكن لو كان يحل المشكل الرياضي هذاك تولي ثانويا بعد. المشكل وين؟ اللي الرياضيين ما مشاش الامور، وعلى المستوى القانوني والمستوى الاداري ما مشاش الامور، مع ان مونك دو كومونيكاسيون مش واضح، دونك خلت الامور تاع الافريقي تتقلق وتتبعثر شويه حاليا وتخلي فما شويه شكوك على المصداقيه نتاع الخدمه. مهم برشا تعطي الراي المضاد اذا كان مقتنع به انت. الانتدابات ما كانتش ناجحه في النادي الافريقي، الناس كل ده تخرج وانا قلت لهم هذاك باهي وانا قلت لهم هذاك خايب، توا من بعد لا انا قلت لهم اسمعنيش وينهم؟ وين هيئه القدماء النادي الافريقي؟ هما هوني مشكل اخر، احنا فما اجيال في النادي الافريقي كما قلت لك متحمل مسؤوليتي في الكلام، فما مجموعه ما يخدموا كان مع الجيل نتاعهم، المجموعه اللي من بعدها تخدم كان مع الجيل نتاعهم، يعرفوا بعضهم خاطر فما علاقات، فما سبحان الله وعادي هذه امور عاديه. لكن راهو النادي الافريقي تاريخ طويل وفي ناس خدمت من عام 20 وفي ناس عام 60 وفي ناس عام 80 معناتها، والناس نجم الباساسيون تعمل ونخدموا الناس كلهم بعضها لمصلحه هيكل كبير في كره القدم معناتها، تاريخ كبير نادي كبير كما النادي الافريقي. الفوضى هذه تقلق برشا، ولازم رئيس النادي توقع. انا حاسس بيه راهو هو توا عنده مشاكل كما لي بومبيي معناتها، تطفى النار يمشي يطفي، تشعل نار في بلاصه يمشي يطفي فيها، تطلع قضيه يمشي يحاول مباشره يمشي يطفي، صحيح. وعنده الفولي سبورتيف، الفولي سبورتيف لازم يصلحوا فيها، مش ايهاب الليلي ولا اللي باش يعمل لجنه فنيه دايره بالكيب، المهم تكون رؤيه واضحه. هو شوف انا من الامانه معناتها فضل النادي الافريقي عليا اكبر من انه باش الافريقي اعطانا شيء برشا حاجات معناتها، اسمنا في احترام الناس، في انه يعطيك الصوره اللي ان الناس عليك اترافير النادي اللي كنت تلعب فيه مهمه برشا. انه النادي الافريقي ما كفانيش الحق، انا نحب نرجع الجميل للنادي الافريقي، ما انا منصب وما انا مكان ومن انا وكيف انا خطه هذيك ما نعرفش مع الحق، مانيش داخل برشا راهو في الكواليس نتاع النادي الافريقي اللي نجم نقول لك هاو كيفاش. نعرف النادي الافريقي فريق كبير اللي كل الناس اللي تخدم في النادي الافريقي حاليا ديما نيتها باهية، ديما نيتها باهية، فما تجاذبات، فما ناس ما تحبش ناس، فماش ما همش متفقين في المبدا، مش متفقين في طريقه الخدمه، صحيح. لكن اللي يخدموا فما حتى حد يلوج ما باش يضر النادي الافريقي، ممكن فما اولويات بالنسبه لهم هما، ماهيش اولويات الشارع، ماهيش اولويات محبين النادي الافريقي حاليا، اولويات اخرى. هوني تولي فما كواليس ما نعرفوش الناس الكل، لكن انا بالنسبه ليا النادي الافريقي في اي وقت نجم نخدمه. كانت معناتها الفرص ما جاتش هي لا محاله، علاش؟ خاطر كل مره وقع اتصال بيا بعض الاحيان وقت اللي كان
باش يشوف وين نجم نعاون. انا كنت نخدم معناتها بارتباك في السعوديه ولا في السودان. فما مره كلموني انا كنت نلعب في كاس افريقيا نلعب مباراه مع مان سوبر سبور اللي بعد اسبوعين لعب مع النادي الافريقي بعد شهر لعب مع النادي الافريقي في الدور النصف نهائي تقريبا فريق جنوب افريقيا للاسف انسحب النادي الافريقي قبلها بشهر. كنت انا باهلي شندي لعبت مع فريق سوبر سبور. لكن اللي قلق شنو هو اللي فما ناس حاليا يخدموا في وسط النادي الافريقي ومؤثرين في النادي الافريقي ويعرفوا هما يعرفوا اللي ما مش قاعدين يخدموا فيه بمصداقيه. بعض الاحيان ثم اشخاص يقلقهم وجود اسماء من النادي الافريقي بتكون موجوده وفعاله تكون صاحبه قرار. خاطر احنا كان باش نجيو باش نعاونوا نقول احنا نحكي على لطفي سليمي ولا سمير ولا لطفي الرويسي ولا راهو الناس هذوما كي يجيو للنادي الافريقي يحبوا يكونوا فعالين عندهم قرار وراهم يكون مسموع. نجم نجي انا قدام رئيس الجمعيه ونقول له غلط راك غلط اثنين ماشي فيها هذه غلطه يقول لك يفسر يعطيك وجهه النظر نتاعو مش انت مجبور انت باش تمشي معاه لازم تكون تقعد غادي في المكان نتاعك. هوني وين برشا ناس يتقلقوا مش كان منني انا بالعكس من ثم مانيش لكن فما برشا يتقلقوا من حضور اسماء قديمه في نادي الفريق واللي لاعبين قدم ينجم يقلقوا وجود اشخاص اخرى خاطر عندنا اكثر ليجيتيميتي معناتها عندنا اكثر استحقاقيه باش تكون موجود في نادي الفريق كلمك اكثر تاثر اكثر خاطر عندك رؤيه فنيه عندك تاريخ تاع نادي الفريق تعرفه عندك تكوينك عندك تربيتك ولا عندك حتى تكوينك الاكاديمي يعني نجم ياثر على برشا ناس تقلق بوجودك بالطبيعه